السلام عليكم. العلاقة الواضحة بإيران والصواريخ الباليستية، المسار السياسي ووثيقة الكويت، عرقلة المسار السياسي وعدم الاستجابة لأي عمل جاد يعمل على إنهاء الحرب من قبل تحالف الانقلاب. هذه التفاصيل وغيرها وردت في مقابلة متلفزة لإسماعيل ولد الشيخ أزاح الستار فيها عن الكثير من المسكوت عنه في الأزمة اليمنية من وجهة نظر أممية. شهادة المبعوث الأممي عن اعتراف الحوثي بالدعم الإيراني رغم التحفظ الرسمي الإيراني، شهادة تحمل مضامين مهمة لها علاقة بطبيعة الصراع في اليمن الذي يتخذ طابعا إقليميا واضح المعالم، إضافة إلى كونها تأتي في سياق الشهادة التاريخية من قبل جهة أممية معتبرة. مما قاله ولد الشيخ بالنص كان التالي: الحوثيون يعترفون أن لديهم علاقة مع إيران وأنها دعمتهم، وليس هناك خلاف على هذا، لكن إيران وقد زرتها شخصيا تقول إنها ليست طرفا في هذه القضية. ولد الشيخ أيضا أكد أن الحوثيين والموالين لعلي عبد الله صالح يمتنعون عن الدخول في عمل جدي تجاه إنهاء الحرب. إذن ما هي الرسالة التي أراد المبعوث الأممي إيصالها حول إيران في هذا التوقيت؟ هل للأمر علاقة بضغط إيران على ذراعها المسلح في اليمن لعرقلة المسار السياسي الذي يقوده؟ وما أهمية الوضوح في توصيف الأزمة اليمنية من قبل المبعوث الأممي ودلالة توقيت هذا الوضوح؟ هل يأتي في إطار تغير في الموقف الدولي؟ حول هذه التساؤلات وغيرها ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لي للنقاش المحلل السياسي عبد الله إسماعيل عبر سكايب من جنيف. أهلا بك أستاذ عبد الله. مرحبا أخي، تحياتي لك ولجمهورك الكريم. إذن سنبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بمعيتكم، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بحكومة الرئيس هادي الرئيس المنتخب ولا تعترف بالحكومة اللي موجودة في صنعاء. بهذه الكلمات الواضحة تحدث ولد الشيخ عن شرعية الرئيس هادي كرئيس منتخب باعتبارها الشرعية الوحيدة، وأن الدول الأعضاء في مجلس الأمن هي من تعترف بتلك الشرعية لا سواها. المبعوث الأممي وضع النقاط على الحروف في مقابلته المتلفزة التي يقول متابعون إنها من أكثر المقابلات وضوحا وشفافية منذ ابتعاثه إلى اليمن، كونها أزالت الكثير من اللبس في العديد من النقاط التي ظلت قيد المناورة الدبلوماسية. شهادة المبعوث الأممي على اعتراف الحوثيين بالدعم الإيراني هي أهم ما جاء في المقابلة التي بثتها قناة فرنس 24، والتي أكد فيها أنه على الرغم من اعتراف الحوثيين بعلاقتهم مع إيران ودعمها لهم، إلا أن طهران تنفي تماما أي دور لها في القضية. وفق تحليل مضمون ما ورد بخصوص العلاقة مع إيران، يرى مراقبون أنها تحمل دلالات لها علاقة بالمسار السياسي، كون طهران تضغط على ذراعها المسلح لعرقلة المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. الصواريخ البالستية التي تهدد السلم اليمني والخطر الذي تمثله كونها تحت سيطرة الانقلاب كان لها نصيب من الحديث، حيث قال المبعوث الأممي أنه لن يكون هناك استقرار في اليمن على المدى الطويل إلا إذا تم حل قضية الصواريخ البالستية، سواء بتسليمها لطرف ثالث أو لجنة عسكرية معترف بها أو أن يتم تدميرها، وهي قضية مطروحة حاليا على الطاولة. على صعيد المحادثات السياسية، أشار ولد الشيخ إلى رفض صالح والحوثي الدخول في عمل جدي تجاه إنهاء الحرب، وهي إشارة أقل ما يمكن وصفها بالكاشفة لهوية معرقلي المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. مشاورات الكويت والمرجعيات الثلاث أساس الحلول السياسية المستدامة كما أشار المبعوث، مؤكدا أن الحوثيين وصالح لم يلتزموا بتقديم خطتهم بشأن الجانب الأمني والعسكري كما تنص عليه وثيقة الكويت، وهذا يعني أن المشاورات هي أساس المفاوضات، بينما تبدو خطة كيري في طي الماضي. إذا نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي عبر السكايب المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل من جنيف. إذا ما بدأنا أستاذ عبد الله، هي مقابلة أخيرة مرئية لولد الشيخ، دعنا نبدأ بقراءتك العامة لهذه المقابلة. يعني أنا في تصوري وربما يعني أختلف قليلا مع ما ورد وما أهم ما ورد في هذه المقابلة، أنا في تصوري
أن هذه المقابلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تم تجاوز خطة كيري على الإطلاق. وهذا أعتقد أنه أهم ما ورد في هذه المقابلة. الرجل يقول بوضوح أن لن يكون هنالك تغيير في الخطة، لكن ما هي هذه الخطة؟ هي الخطة التي نتجت عن مشاورات الكويت، ونحن نتذكر أن هنالك خطة كان قد وضعها المبعوث الأممي بمساعدة الأمم المتحدة نتيجة لكل المشاورات التي جرت في الكويت. ما كانت أبرز نقاطها أستاذ عبد الله حتى نوضح للسادة المشاهدين؟ كانت تتحدث عن مسارين، مسار الأمني والعسكري، وتتحدث عن المسار السياسي، لكنها كانت تشترط أولا المسار السياسي، عفوا الأمني والعسكري، لكي يكون في نهايته. تحدثت الورقة عن 45 يوما يتم فيها تنفيذ الشق الأمني والعسكري لينتقل الجميع إلى المسار السياسي. ونحن نتذكر أيضا أنه تم رفضها من قبل الحوثيين، ووافقت عليها الحكومة اليمنية لأنها قالت أنها تستند إلى ما تم التشاور عليه وإلى مرجعيات الحل اليمنية الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. وكانت هذه الرؤية هي الأقرب إلى القرار الأممي 2216. والحوثيون وبتوجيهات واضحة من إيران في حينها، بعد أن كانوا قد أعلنوا أنهم سيوافقون وسيوقعون عليها الساعة السادسة من يوم السبت في ذلك اليوم، ثم بعد ذلك جاءت التوجيهات بأنه لا يتم الموافقة عليها، وأصبحت الأمور واضحة. إذن نحن هنا في صدد أنه برغم قول مبعوث الأممي أنه لا تغيير في الخطة، لكنه لم يذكر على الإطلاق خطة كيري، وبالتالي نحن تجاوزنا خطة كيري. المتغيرات الأمريكية والدولية والأممية وأيضا التغيرات على الأرض جعلت من خطة كيري أعتقد غير مقبولة حتى يعني التناول فيها. بالتأكيد قضايا موضوع إيران يأتي بشكل مفاجئ أن يتحدث طيب فيها. قبل أن ندخل إلى موضوع إيران أستاذ عبد الله، اسمح لي أن أفهم أكثر، ما الذي دفع ولد الشيخ إلى هذا التغيير؟ لماذا برأيك مضى القول على أن خطة كيري موجودة الآن؟ هل ذلك لاعتبارات التغير الذي حدث بداخل أمريكا أم لشأن آخر؟ هي بالتأكيد هي عوامل متفرقة ومتجمعة. يعني أولا الموقف الدولي، وهو والذي يعني شئنا وبينا أو شاء بعض الاعتراف به أو لا، الذي يعني تديره أو تتحكم فيه واشنطن، هذا التغير في الموقف الأمريكي من الأزمة في اليمن، والتصريحات الواضحة للرئيس الأمريكي بل والخطوات الواضحة التي توجهت بوضوح على أن هناك توجه أمريكي للحد من محاولات إيران لزعزعة المنطقة، أيضا التغير في الأمم المتحدة في تغيير أمين عام ثم أمين عام جديد، وأيضا ما زالت الأمور في كل العالم يعني تتوحد على موضوع الاعتراف بالحكومة الشرعية. العالم يدرك أنه إذا ما تجاوز مسألة الاعتراف وتم شرعنة الانقلاب فإنه سيشرعن لقضايا كثيرة في العالم، وبالتالي هذا متغير. لكن المتغير الذي أيضا دعم هذا المتغير هو أولا موقف الحكومة الشرعية والرئيس هادي الواضح من أنه لا يمكن التجاوز المخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية، وأن خطة كيري كانت تعني أن يعود اليمنيون إلى المسافة صفر من كل هذه الأمور، وكأننا يعني كل هذا ما قدمه اليمنيون من 2011 حتى الآن سيذهب هباء. هذا الأمر أيضا دعمه بشكل واضح لكي يكون واضحا وقويا موقف الرئاسة وموقف الحكومة، هو التحرك العسكري على الأرض الذي تمثل في معركة الساحل الغربي وما تحقق فيه من انتصارات. أيضا موضوع مهم وهو معركة صعدة، دقت أبواب الانقلاب بشكل واضح. المقر المفترض للحوثي أو الوكر المفترض للحوثي أصبح تحت التهديد، وبالتالي المجتمع الدولي يدرك هذه المتغيرات السياسية والعسكرية. أعتقد أن هذه كلها بوتقة واحدة جعلت من الأمر يعني تحركات ولد الشيخ الأخيرة لم تفلح على الإطلاق في الإتيان بجديد. ولهذا كان الاجتماع الخماسي اجتماعا عاديا بروتوكوليا، لم يصدر عنه حتى بيان، لم يصدر عنه أي شيء، وكان القضية يعني محاولة لإيصال رسائل واضحة على أن الأمور قد تغيرت الآن، يجب أن يكون هنالك تعامل مختلف مع الأزمة في اليمن. طيب الآن يعني بما أنك تحدثت عن اجتماع اللجنة الرباعية أو اللجنة الرباعية زائد واحد أو الخماسية أيا كان اسمها،
هذه اللجنة، ويعني الاجتماع كان في لندن ثم ذهب اسماعيل ولد الشيخ والتقى بوزير الخارجية الفرنسي في باريس وكانت هذه المقابلة، هذا التحرك لولد الشيخ في هذه العواصم الأوروبية هل سيدفع بمزيد من الزخم لربما دور أوروبي أكبر في الفترة القادمة في الملف اليمني برأيك؟ يعني أنا في تصوري أن هنالك كثير مما يشغل العالم الآن ولو مؤقتا على ما يحدث أو على ما يحدث في اليمن، يعني وخاصة أوروبا هنالك إشكالات أو استحقاقات ربما تجعل من القضية اليمنية ليست القضية الأولى بالنسبة لهم ولا حتى القضية الثانية. نحن هنا في أوروبا وفي جنيف وندرك هذا الأمر جيدا. الأمر الآخر أن المتغيرات على الأرض فرضت على العالم جميعا، وأنا أعيد وأؤكد تواجد الحكومة الشرعية في الداخل اليمني والحديث من الداخل ثم زيارة المبعوث الأممي إلى عدن والالتقاء بالرئيس ثم التحركات الاقتصادية وإن كانت يعني مطلوب أن تكون أكثر، يعني هي تحركات لم تكن بذلك الشكل الممتاز لكنها كانت تحركات حقيقية، الانتصارات كل هذه جعلت من الأمور واضحة أن هنالك رغبة شعبية يمنية وأيضا إقليمية على إنهاء هذا الأمر بما لا يعيد حلقة الصراع بشكل أكثر عنفا وأكثر دموية. الأمر الآخر أن عدم الاستجابة ثم تهديد الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار بشكل واضح يلقي على العالم يعني ما يسمى بالمسؤولية الأخلاقية. أنا في تصوري أن تحركات ولد الشيخ الأخيرة لم تحدث أي يعني أي تحرك على الإطلاق، هو حتى يعني لم يعلن عن أي جديد، وإن كان كما قلت يراوغ في مسألة أنه ليس هنالك ورقة حل جديدة ولم يكن تعديل في ورقة الحل، لكنه أشار إلى ورقة الحل التي صدرت من مشاورة الكويت، وهذا واضح على أن ورقة كيري لم تعد في التناول، والحكومة الشرعية واضحة في هذا الأمر، وأعتقد أن كثير من الدول يعني تدعم ذلك. أما في مسألة يعني الاجتماع الرباعي أو 4+1، هناك مؤشر أيضا جديد أن هناك لاعب جديد ربما في إطار محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح الحوثيين، لكن أيضا أعتقد أن هذا الأمر لم يفلح لأنه يصطدم دائما برغبة الحوثيين المستمرة في الحرب وأنهم ليس أمامهم إلا هذا الطريق. هم الآن لا يقاتلون فقط على موضوع الانقلاب ومحافظة على الانقلاب وعلى الحكم، ولكن أيضا يحاربون على عدة مسارات أهمها ما اكتسبوه من ثراء ومن مكانة يعني اتخذوها بقوة السلاح. نحن نتحدث عن إثراء فاضح، وبالتالي أعتقد أن هذه الجماعات المتطرفة يعني ليس لها إلا أن تنكسر عسكريا وأن ترغم على الاتجاه إلى الحرب إلى الحل وتسليم السلاح. طيب دعنا أستاذ عبد الله أن نشرك معنا في الحوار الآن مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العواضي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك دكتور. مرحبا بك، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين. أهلا بك دكتور، كيف تابعتم أنتم في الحكومة تصريحات أو المقابلة التي أجراها ولد الشيخ؟ طبعا ليس جديدا ما قاله المبعوث الدولي عبر شبكات، الجديد أنه قاله علنا عبر شبكات الإعلام، أما الحكومة فهو يؤكد لها على هذه المواقف منذ أن تم تكليفه بعمله كممثل للأمين العام في اليمن والأمم المتحدة في كل مناسبة، تؤكد على أنها لا تعترف إلا بشرعية واحدة وأن الإنقلابيين يعني التعامل معهم من باب الضرورة لكونهم طرف في المشكلة فقط، ليسوا لا يمتلكون أي شرعية. وهذا سبق أيضا أن صرح به إسماعيل ولد الشيخ علنا. إنما الجديد طبعا أنه كشف أن الأمم المتحدة تعلم جيدا أن ميليشيا الحوثي تتلقى دعم من إيران وأنها معترفة بهذا الدعم. نحن ننتظر الآن ماذا بعد، هل يكفي أن تعلم الأمم المتحدة بالأمر فقط أم أنها يجب أن في هذه النقطة دكتور المعذرة، يعني أنت تحدثت على قبل قليل أن ولد الشيخ كان يعلم هذه الأمور لكنه للمرة الأولى يصرحها لوسائل الإعلام، فيما يخص نقطة إيران هل كان يصرح لكم بهذه الأشياء قبل ذلك؟ طبعا أنا لست من المتصلين مباشرة مع إسماعيل ولد الشيخ، لكن كما أعرف أنه بلقائه
يؤكد على شرعية الحكومة وعلى أن الميليشيات يعني ميليشيات لا تملك أي شرعية، وأن الأمم المتحدة تتعامل معها من باب الضرورة فقط. وحتى عندما كان يضع خطته هو يحاول أن يسوق لمبدأ تقديم نقطة وتأخير نقطة، ليس التفافا على القرار الدولي. مثلا هو يقول ممكن تأجيل ملف الأسرى يكون نقطة ثانية بدل ما نقطة أولى، الملف الأمني مش عارف إيش أشياء من هذا القبيل، لكن لم يعلن مثلا تراجع الأمم المتحدة عن قرار 2816، وإنما محاولة ترحيل بنود تقديم وتأخير. طيب الآن هنا كان هناك حديث على أنه بالنسبة لحديث ولد الشيخ قال أنه لا يوجد توجه لدى ميليشيات الإنقلاب لإنهاء الحرب، وهذا الأمر بالنسبة لكم أنتم في الحكومة ما الذي يعني؟ والله نحن صرحنا أكثر من مرة وقلنا أن هؤلاء لا يمتلكون أي مشروع للحياة. لو كانوا يمتلكون أي مشروع أو رؤية سياسية هم في الأخير قلنا لهم المواطنين وعليهم ما عليهم، يتفضلوا هذه الساعة يحلوا الميليشيات يسلموا السلاح ينسحبوا من المدن ويتحولوا إلى حزب سياسي ويشاركوا في الحياة السياسية، وفي الأخير الحكم هو المواطن. طيب ألا يعتبر هذا نوع من التصريح من قبل المبعوث الأممي باسم المعرقل لعملية المسار السياسي؟ ما هذا بالتأكيد، يعني عندما مثلا نوقع نحن وفد الحكومة الشرعية في الكويت يوقع على ورقة أو وثيقة كانت أعدت ورفض الحوثيون أو الانقلابيون بطرفيهما التوقيع على هذه الاتفاقية، الكل يجمع على أن هؤلاء معتدون ويسمونهم انقلابيون، لكن نظرتنا نحن سواء في الحكومة الشرعية أو القوى الإقليمية أو المواطن، يعني النظرة التي يشوبها الحرص الحقيقي على مصلحة اليمن وأننا معنيين بشكل أساسي تختلف عن نظرة الأمم المتحدة التي تواجه مئة القضايا السياسية في العالم، يعني ولا تواجه مشكلة اليمن لوحدها. نحن ننظر إلى أن هؤلاء يجب أن يوضع لهم حد، يجب أن يوقف اعتداءاتهم على الناس، يجب أن يسلموا السلاح المنهوب وينسحبوا من المدن ويمتثلوا لقرارة المجتمع الدولي وأيضا لإرادة الشرعية. هم في الأخير مواطنين خارجين على شرعية النظام والقانون وشرعية الدولة. طيب من الملاحظ دكتور فيصل أن حديث ولد الشيخ على الرغم من أنه عبر عن تفاؤله في نهاية المقابلة المرئية، لكنه حمل نوع من اليأس بسبب عدم التزام الميليشيات وكذلك نكثها للتعهدات. وفقا لذلك ما هو القادم في المسار السياسي بحسب اطلاعك؟ طبعا نحن كما قلت نرحب بكل الجهود المبذولة في إطار المرجعيات، سواء كان جهد الرباعية 4+1 أو جهد الأمم المتحدة يعني ممثلة بالأمين العام ومبعوثه إلى اليمن، نحن نرحب بهذا. في نفس الوقت ما لدينا مسؤولية كحكومة، علينا مسؤولية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن مقدرات الشعب. الناس تواجه الموت جوعا وتواجه الموت حصارا وتواجه الموت باعتداءات الحوثيين كل يوم. مسؤوليتنا الأخلاقية تقتضي أن نواجه، والحسم العسكري ليس مستبعد إذا ما استمر هؤلاء في تعنتهم ورفضهم لكل المحاولات السلمية. لابد أن الشرعية أو الحكومة الشرعية تتحمل مسؤوليتها في حماية مواطنيها، في حماية أبناء الشعب. طيب يعني كانت هناك نوع من الشهادات أو تصريحات للسفير الأمريكي الأسبق في اليمن أمام الكونغرس، وكذلك هذا التغير الذي يعني عده كثيرون تغيرا في التصريحات العلنية الأممية. هذا الأمر أو هاتين النقطتين يقول كثيرون أن على الحكومة أن تأخذها وتستفيد منها سياسيا. هل ستحدث نوع من التغيرات في طريقة التعاطي السياسي بالنسبة للحكومة وفقا لهذه المستجدات الدولية والأممية؟ بالطبع بالتأكيد، يعني إذا كان الإنسان المتابع العادي يرى في هذه
المواقف بادرة أمل يبنى عليها موقف سياسي تحرك سياسي، فما بالك بجهاز حكومة يعني جهاز يمتلك من الخبرات والقدرات الاستشارية والمعلومات الحقيقية التي تؤهله لاتخاذ مواقف سياسية بناء على هذه المعطيات. يعني ليست الحكومة قاصرة أو متخلفة عن مواكبة هذه التغيرات في رأي العالم وفي توجهات العالم، لكن أيضا ما يسمع من يعني اللقاءات المباشرة سواء مع سفراء أو وزراء أو شيء من هذا القبيل غير ما يعلن يعني من مواقف عبر هي قد تكون مؤشر لسياسة معينة، لكن الوصول إلى أنك تستثمر هذه السياسة ليس بالشيء السهل. يعني أنت لكي تصل إلى أن تبني مثلا علاقة على تصريح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية أن تحول التصريح إلى موقف للخارجية الأمريكية يحتاج إلى جهد غير عادي، وكذلك مواقف الكونغرس وغيره وغيره. طيب الآن دكتور فيصل، وبالنسبة للحكومة ما هي الخطوات القادمة المقبلة لها التي ترى أنها ستقوم فيها سواء على الجانب السياسي أو جوانب أخرى، خصوصا بعد الجولات التي قامت بها الأخيرة سواء لماليزيا أو لغيره؟ والله الحكومة هي الآن مصممة على طي صفحة الميليشيات، وجزء من الجهد المبذول الآن هو الحشد لإعمار اليمن، ويعني لأنه أصبحنا نرى أن نهاية الانقلاب أصبح قاب قوسين أو أدنى، وأنه لابد أن نكون مهيئين أنفسنا لمرحلة من بعد الانقلاب للعمل يعني لإعادة إعمار ما دمرته الميليشيات ولبناء اليمن الذي كنا ننشده من حيث توقفت العملية السياسية، أيضا تفعيل وجود الحكومة في المناطق المحررة هذا أيضا تحد آخر يواجه الحكومة وتبذل من أجله جهود حثيثة ومضنية. لابد أنه يلمس المواطن وجود فعلي للحكومة عبر الخدمات، عبر الأمن، عبر كل يعني مجال عمل الدولة. إذن أشكرك دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدين الكرام، سنذهب الآن إلى فاصل قصير، بعده نستأنف النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستأنف النقاش مع ضيفنا عبر السكايب من جنيف الأستاذ عبدالله إسماعيل المحلل السياسي. أستاذ عبدالله، هل أزاح ولد الشيخ برأيك اللبس عن علاقة ميليشيات الحوثي بإيران؟ يعني هو أكد حقيقة، أعتقد أنه رغم أنها كانت يعني حقيقة واضحة وثابتة للكثير، وبما يعني ومنهم القوى الكبرى، يعني أمريكا نفسها يعني كانت متأكدة من ذلك، تم القبض على كثير من السفن بواسطة يعني قوات دولية في يعني في كثير من المناطق في البحر أو في الخطوط الدولية، وبالتالي أعتقد أنه فقط لأول مرة، وهذا هو أهمية هذا الأمر، أن يقول هذا الرجل أن إيران هي تدعم الحوثيين باعترافهم، وأنه تحدث مع الإيرانيين في هذا الأمر، وأن هذا الأمر كما يبدو أنه ليس جديدا، يعني هو أخر فقط الإعلان عنه مع أنه كان يدركه منذ وقت مبكر، وبالتالي هو تحدث مع الإيرانيين. أنا في مرة من المرات قلت ما دام أنه ذهب إلى إيران في إحدى جولات المشاورات إذن فهو يعلم ويوقن جيدا أن من يحرك اللعبة في اليمن ومن يحرك الحوثيين ومن يدعمهم هو هذا الرجل، هذه الدولة الإقليمية التي جعلت منهم أو أرادت منهم أن يكونوا يعني عصا لمحاولة إيذاء يعني اليمن وإيذاء جوار اليمن. وبالتالي يعني أستاذ عبد الله هناك ربما لا ينفي على الإطلاق معرفة، ربما هناك وضوح على أهمية هذا يعني التصريحات بما أنها جاءت من جهة أممية، لكن هل هناك من دلالة أكثر أو خصوصية أكبر للتوقيت الذي جاءت فيه هذه التصريحات برأيك؟
إذن يبدو مشاهدينا الكرام أن السكايب انقطع الاتصال مع الأستاذ عبد الله إسماعيل. ينضم لنا على كل حال المحلل السياسي الدكتور محمد جميح معنا عبر الهاتف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. كان هناك نوع من الاتفاق على أن التصريحات الأممية جاءت هذه المرة حول علاقة الحوثيين بإيران كانت مهمة لأنها جاءت من إسماعيل ولد الشيخ بحد ذاته، لكن هل هناك سبب أو دلالة لتوقيت هذه التصريحات برأيك؟ يعني هي وسيلة من وسائل الضغط التي يتخذها إسماعيل ولد الشيخ بين الحين والآخر للضغط على أطراف الأزمة في اليمن، سواء كان طرف الشرعي أو طرف الانقلابيين. يعني لا شك أن الخطة التي سربت والتي يعني لنكون واضحين لم يتحدث عنها أي طرف من الأطراف المعنية ولا الأمم المتحدة، إنما هو تسريب إعلامي. هذه الخطة ربما يتوقع ولد الشيخ أنها لن تحظى بقبول الانقلابيين بحكم أنها أبقت على الرئيس هادي في منصبه بصلاحياته لنهاية الفترة التي ينبغي أن تنتهي بانتخابات رئيس جديد، فأراد أن يرسل رسالة كنوع من الضغط للقبول بما يمكن أن يعرض عليهم لاحقا. هو لم يأتي بجديد بالطبع. العمليات التهريب الأسلحة الإيرانية هذه أكدت عليها الأمم المتحدة في كثير من التقارير الدولية الصادرة من لجنة الخبراء ومن الفريق الدولي المكلف بالعقوبات على إيران والفريق أيضا الدولي المكلف بالعقوبات على اليمن ضمن القرارات الدولية الخاصة. لكن يظل الأمر بالنسبة لولد الشيخ لا يلامس الموضوع بشكل واضح. يعني الذي يؤخذ على إسماعيل ولد الشيخ أنه في الوقت الذي تقر الأمم المتحدة بوجود انقلاب كان يوم 21 سبتمبر إلا أنه لا يتعامل على بهذه الرؤية. يعني كانه يتعامل في أزمة لها أطراف صراع يتحملون مسؤوليات متساوية. نحن نعترف أو نقول نعرف بأن الشرعية لديها أخطاء ولديها كثير من المزالق التي وقعت فيها، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المسؤولية متساوية على كل الأطراف فيما يحصل في اليمن. هناك طرف انقلب وهناك طرف آخر شرعي، كون هذا الطرف الشرعي له أخطاء لا يجعل ولد الشيخ يساوي هذه الأطراف ببعضها ويساوي الجلاب بالضحية. نحن نعرف أن الرئيس خرج من صنعاء، ذهب إلى عدن ولحقوه بالطائرات وضربوه بالطائرات على مقر سيادي يمني وأخرجوه في الأخير إلى الرياض. فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينظر ولد الشيخ بتصوري لطرفي الأزمة في اليمن على أساس أنهم يتحملون مسؤولية متساوية إزاء اليمنيين وإزاء الحرب، وأنهم تسببوا بشكل متساوي في الحرب الجارية حاليا. ولد الشيخ طبعا هو الذي كان من وراء إدخال العمانيين في اللجنة الرباعية، وقد سبق لذلك وإن كانوا دخلوا من قبل تصريحه الأخير الذي قال فيه بأننا بحاجة إلى لجنة دولية لمعالجة الأزمة في اليمن بحال السلام في البلاد، وهو كان يعني إدخال العمانيين الذين ينظر إليهم بشكل واضح على أساس أنهم يمثلون المصالح الإيرانية ضمن هذه اللجنة ولعلاقتهم الجيدة بإيران وعلاقتهم الجيدة بالحوثيين. طيب الآن وعندما كان يعني هو صرح أو تعامل قال أنه لا يوجد توجه لدى ميليشيا الإنقلاب لإنهاء الحرب، هذا يعني يحمل على أنه كثيرين يعدونه نوع من التصريح باسم الطرف المعرقل للمسار السياسي. إذن ما الذي يجب فعله من قبل سواء ولد الشيخ وكذلك الأطراف بقية الأطراف المعنية بهذا الخصوص؟ لا هو في الحقيقة هو قال بأن الأطراف المختلفة في اليمن ليس لديها النية لوقف الحرب. يعني هو لم يخصص الحوثيين يعني، وإنما وهذا هو هذا ما يؤخذ عليه بأنه يعني الذين يعارضون القرار الدولي والذين يتمردون على الشرعية الدولية وعلى ما توافق عليه اليمنيون في الداخل في الحوار الوطني وعلى ما توافق عليه اليمنيون في 2011 بالمبادرة الخليجية هم الحوثيون وحليفهم صالح، وبالتالي هو لم يعني أنت عندما
تريد أن تجعل الأطراف المختلفة مشتركة في المسؤولية الجنائية لهذه الحرب والمسؤولية السياسية عن هذه الحرب بشكل متساوٍ، فأنت إنما تريد تمويه الطرف الفاعل الحقيقي الذي جنى كل هذه الكوارث التي مرت، وهو الطرف الانقلابي. يعني نحن كنا قاب قوسين أو أدنى من إنجاز عملية تحول تاريخي سلمي نادرة المثال في الوطن العربي. لم يكن لدينا إلا الدستور الاستفتاء عليه والانتخابات. جاء الحوثيون وقلبوا الطاولة على الجميع وعدنا إلى المربع الأول. بل دخلنا في متاهة جديدة وهي الحرب، وهذا هو السبب. ينبغي أن تكون الأمور واضحة، هناك انقلاب وهناك شرعية، والأمم المتحدة تقول بذلك، الجوار يقول بذلك، والمجتمع الداخلي في اليمن بالمقررات المتوافق عليها تقول بذلك، فلماذا نسمي الأشياء بأسمائها؟ إذن أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بريطانيا. أعود إلى الأستاذ عبد الله إسماعيل. أستاذ عبد الله، إذن هل نفهم من أحاديث ولد الشيخ وتصريحاته اليوم أن المسار السياسي ربما توقف، تعرقل بشكل أو بآخر، هناك المزيد من الحاجة لبذل الجهود في حال أرادت الأطراف سواء الدولية أو المحلية المضي في هذا المسار؟ يعني أنا في تصوري أن الأمور يعني ليس هنالك جديد على مسار المواقف أو على جهة المواقف المختلفة من العملية أو مسار السياسي في اليمن. يعني موقف الحكومة اليمنية الشرعية واضح ومحدد في أن هنالك مرجعيات لا يجوز ولا يجب تجاوزها على الإطلاق، ولا يجوز مشرعنة الانقلاب. أعتقد أن هذه الرؤية توافق عليها كثير من الدول العربية، وهنالك موقف أيضا من دول التحالف ومن الدول العربية حول هذا الموقف. هنالك مواقف أيضا متشنجة من قبل تحالف الانقلاب الذين يبحثون عن مصالحهم دون رؤية سياسية. للأسف هم لا يناقشون المواضيع أو يوزنون الأمور بمنظور سياسي، باعتبار أنه ماذا سيجنون من استمرار يعني تعنتهم. لأنني أنا في تصوري أن وضعهم في مشاورات الكويت عسكريا وحتى مجتمعيا كان أفضل من وضعهم الآن، لكن هم يخسرون كل يوم، هم يخسرون كلما زادت هذه التعنتات. لكن باعتبار التركيبة، أولا تركيبة التحالف ما بين الحوثيين وصالح، وأيضا التركيبة الأيديولوجية للحوثيين لا يدعهم يعني ينظرون بموازين سياسية تقيس الربح والخسارة وإلى ماذا سيذهب، ما هي مآلات الأمور. وبالتالي أنا أعتقد هذين الموقفين غير متغيرين وهما ثابتان. أيضا موقف المبعوث الأممي الذي يعني من ذو البداية هو رخ، وهو يحاول أن يبحث عن أي انتصار، وهو في تصوره أن أكبر انتصار أن يجتمع الجميع في طاولة واحدة وأن يكون هنالك مشاورات وزخم، ثم إذا ما انتهت هذه المشاورات إلى ما لا شيء فإن الأمور يجب أن تبدأ من البداية. هو الآن يتحدث مثلا على أنه لا عودة للمشاورات إلا بهدنة ثابتة. أنا أتصور أنه أصلا ليس هنالك أمل ولا أفق لعودة للمشاورات في ظل يعني عدم وضوح في الرؤية الأممية. هذا التلاعب من قبل المبعوث الأممي في أنه ليس هنالك تغيير في الخارطة المقدمة وثم يعود إلى المشاورات الكويت، إذن هنالك محاولة لا فقط لجمع الناس إلى مشاورات جديدة لن تؤدي إلى شيء. الناس للأسف، وكنا نحذر دائما أن المشاورات فقط للمشاورات بهدف المشاورات دون وضع قواعد حقيقية تؤدي إلى حلحلة، الناس ستكفر بهذه المشاورات وستكفر بالخط السلمي. ويرى الناس جميعا الآن أن الخط الأفضل هو أن يتجه الوضع إلى الحل العسكري، أو على الأقل إلى الكسر العسكري وإلى إرغام الانقلابيين على التوجه بالصدق إلى السلام. طيب أستاذ عبد الله، دعنا نشك معنا في الحوار الأستاذ جمال المليكي الباحث والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بك وبالمشاهدين وبضيفك الكرام. أستاذ جمال، يعني برأيك من خلال تصريحات ولد الشيخ، هل وصل المبعوث الأممي لنوع من اليأس من التزام ميليشيات الانقلاب بتعهداتها وكذلك باستجابتها للحلول السياسية المستدامة بين قوسين؟ من خلال متابعتي لتصريحات ولد الشيخ منذ أن بدأ كمبعوث في اليمن، كان هناك أمس ربما شيء من التغير ربما اللهجة والصياغات التي استخدمها. كان ربما إذا أردنا أن نقيس بصياغات قبل ذلك، هناك شيء من التطور، هناك شيء من المفاصلة.
عندما سئل عن الشرعية وعندما سئل عن الفرق ما بين الطرف الشرعي وغير الشرعي هناك من المفاصلة، لأنه نحن لدينا كمتابعين وكباحثين إشكالية التوصيف منذ أن بدأت جماعة الحوثي تتحرك من أسوار صعدة ونحن نصرخ ونقول بأنه لابد أن توصف الأشياء بتوصيفاتها. كان هناك من يخاطب الجيش الوطني حينها عن الوقوف على الحياد، يعني لم توصف أن هناك ميليشيات تريد أن تسقط الدولة. عدم هذا التوصيف ماذا؟ عدم التوصيف الدقيق أن هناك ميليشيات انقلابية ويتم التعامل معها وفقا لهذا المنطق، هذا يقود لإشكاليات كثيرة جدا عندما تسوي من ناحية الصياغات ومن ناحية القانونية ومن ناحية الأخلاقية بين من يأتي إلى تعز من صعدة إلى تعز على المواطنين وأن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه وتعتبر أن الكل ميليشيات مقاتلة. هذا باعتقادي أنه خلل جوهري يقود إلى انعكاسات سلبية في أي محاولات التفاوض، لأنه ليس معنا أنت على مسافة واحدة من كل الأطراف أن تمارس التضليل على المجتمع الدولي وأن تمارس التضليل على الرأي العام العالمي. إذن نحن بحاجة أولا إلى توصيف حقيقي ثم ليكون الحل السياسي، لنقول أن هذا أن هذه هي الشرعية وأن هؤلاء انقلابيون ويتم التعامل معهم وفق لهذا المنطق، ثم عندما يأتي الحل هذه قصة أخرى وانتقالة أخرى عندما نريد أن نحل، لكن بناء على تشخيص. هناك فجوة ما بين قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي وصف توصيف دقيق وبين إيقاع المفاوضات وما بين تحركات ولد الشيخ، ليست هناك تناغم بين ما تقول الأمم المتحدة أن هذه هي الحكومة الشرعية ثم تأتي بمبادرة تطالب، يعني المبادرة اللي ما زال للأسف يتحدث عنها ولد الشيخ ودافع عنها بالأمس التي اشتهرت بمبادرة كيري، ليس فيها بند واضح إلا رحيل الشرعية بكل من فيها، وليس هناك بند واضح. هو يتهم أن الحوثيين ليس لديهم مصداقية وهذا صحيح في الانسحاب، لكن حتى مبادرته نفسها ليس فيها خطة مزمنة وليس فيها خطة تفصيلية تشرح فيها كيف يسلم السلاح وكيف تنسحب الميليشيات، كما هو البند رحيل كل الشرعية. إذن هناك فجوة وتناقض بين ما تقول الأمم المتحدة في قراراتها الرسمية وما بين تحركات ولد الشيخ على الأرض وبين إيقاع التفاوض وما بين نمط التعامل مع ميليشيات الحوثي. طيب دعني من هذه يعني ما توصفه بالفجوة دعني أعود بالسؤال إلى الأستاذ عبد الله إسماعيل. برأيك أستاذ عبد الله، هل ربما كان ولد الشيخ أو هل وجدت ولد الشيخ في هذه النقطة في موضوع التوصيف وكذلك التركيز على مسألة شرعية الرئيس هادي، هل هناك تغير في موقف أو تصريحات ولد الشيخ بهذا الخصوص؟ يعني أولا دعنا نعترف أن ولد الشيخ هو مبعوث أممي، والمبعوث الأممي ليس يعني في أحسن الأحوال، هو يجتهد لمحاولة إحداث اختراق ما، لكنه في الأخير هو انعكاس لإرادات ورغبات دولية. وما يدل على ذلك أنه يتغير هذا التغير الآن في الحديث مثلا عن إيران، هو لم يتحدث عن إيران إلا عندما كان هنالك أو شعر أن هناك تغير دولي ضد إيران وخاصة فيما يخص الأزمة في اليمن. وبالتالي لنكن واقعيين، هؤلاء المبعوثين الأمميين ليسوا إلا أصداء لإرادات ورغبات دولية. الأمم المتحدة تمتلك كل الآليات لحل الأزمة اليمنية، الأزمة اليمنية تمتلك مفاتيح الحل. الأزمة اليمنية رعتها الأمم المتحدة من 2011، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ليست فقط فعلا يمنيا وإنما هو فعل دولي وأممي، وعلى الأمم المتحدة أن ترعى تنفيذ هذه المخرجات لأنها وضعت تحت يعني بصرها وسمعها وتدخلها. وبالتالي آليات حل الأزمة اليمنية ومفاتيح حل الأزمة اليمنية في متناول الأمم المتحدة، لديها الآليات لكن ليس والأدوات ليس لديها الرغبة في ذلك، وهذا ما ينعكس على أداء المبعوث الأممي الذي أيضا وكوجهة نظر شخصية خاصة بي أنه أيضا ليس ذلك المبعوث القوي الشخصية الذي يمتلك كاريزما كبعض المبعوثين الذي يمكن أن يؤثر على الأطراف، وبالتالي هو يعني يسير مع التيار، يحاول في بعض الأحيان أن يطلق تصريحا ما ثم يعني ينسفه بتصريح آخر لم يكن واضحا على الإطلاق في من هو المعرقل للأزمة في اليمن، حتى في تلك اللحظة التي أعلن فيها الحوثيون رفضهم لمشاورات الكويت والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية وهو قدم هذه الورقة لم يطلع بالتصريح واحد ليقول نحن قدمنا ورقة وافقت عليها الحكومة ورفضها الحوثيون وصالح. وبالتالي أنا في تصوري أن التغير في مواقف المبعوث الأممي بطيئة جدا، لا تمتلك الجرأة في تنفيذ في إحداث فرق واضح في أداء هذا المبعوث،
هو الصدى للرغبات الدولية وللتغيرات الدولية، لكن في تصوري أن هذه التغيرات ستنعكس، ما حدث على الأرض سينعكس عليها، ما حدث من تغيير في الإدارة الأمريكية سينعكس، وبالتالي أنا في تصوري أن أداء المبعوث الأممي سيتحسن من الآن وصاعدا، وأعتقد أنه سينظر للأمور بشكل يعني انعكاس لما يحدث في المحيط وما يحدث في العالم، وخاصة أن الأمور تتجه في الداخل اليمني إلى وضوح في الرؤية، ليس هنالك تنازل عن موضوع المرجعيات الثلاث، موضوع الشرعية لا تنازل عنها، ما بعدها يمكن أن تناقش أي مواضيع لكن في إطار تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. إذن أشكرك أستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من جنيف، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. أعود إلى الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، يعني فيما يخص الصواريخ البالستية هي نقطة ذكرها إسماعيل ولد الشيخ، يعني ربما هو أكد أنه لن يكون هناك استقرار في اليمن على المدى الطويل إلا إذا تم حل هذه القضية. هذا السياق والحديث عن طرف آخر أو طرف ثالث في أي يعني نقطة أو في أي سياق يجب أن يقرأ ويفهم؟ هو باعتقادي من الجميل أن يكون هناك وضوح بهذه اللغة الحتمية، أنه لن يكون هناك استقرار إلا بنزع السلاح، ولا يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة. هذا من حيث المبدأ من الجميل أن يكرر والد الشيخ، وأن يكون إحدى منطلقات أي مفاوضات قادمة. ولكن إشكالية الطرف الثالث وإشكالية إلى من يسلم السلاح، نحن نخشى هناك تجارب سابقة. يعني الآن ما فعله الحوثي من بعد 21، من بعد الانقلاب إلى اليوم، أنه قام بما يشبه حوثلة الدولة وحوثلة كل أروقة الدولة. هل الطرف الثالث اليوم الذي يتحدث عنه سيكون الحوثيون جزء منهم بحكم أنهم متواجدين في كثير من فاصل للدولة اليوم التي هي ذات أمر واقع؟ من أين سيأتي الطرف الثالث؟ لأنه النفس المراوغة لدى علي عبد الله صالح والحوثيين لديهم تجارب منذ الحروب الستة، تجارب يعني شكلت عندهم خبرة بالتحايل على أي اتفاقية. يعني لو تذكرنا منذ الحروب الستة عندما كانت تحصل اتفاقية ثم بعد ذلك يأتون بالنقاط الخمس لتطبيق الاتفاقية والنقاط الست لتطبيق عمليا، عندما نبحث في هذه النقاط التي تقدم من قبل جماعة الحوثي كتفاعل مع الحل المطروح من قبل سواء الداخل أو الخارج، هو عبارة عن تفريغ للمستوى الحقيقي في هذه الاتفاقية أو تلك. وبالتالي نحن بحكم أن الحوثيين اليوم مسيطرين على مناطق شمال الشمال والمناطق التي مسيطرين عليها، ومسيطرين على صنعاء، ومسيطرين وقاموا بتعيينات كثيرة جدا منذ بعد الانقلاب، اليوم نخشى أن يكون الطرف الثالث هو عبارة عن ميليشيات كانت ترتدي الزي الشعبي ثم ألبسوها بالزي الرسمي وتصبح هي طرفا ثالثا. يعني نحتاج إلى وضوح تفصيلي، وضوح معلن غير قابل لأي، لا يكون كلام حمال أوجه فكرة لمن يسلم السلاح أو كيف يتم حال السلاح. لازلنا حتى هذه اللحظة نسمع صياغات عمومية ليست واضحة، كما هي البنود الأخرى التي دائما نسمعها، هناك بنود عن رحيل فلان أو رحيل لعب. نريد وضوح بنفس الدرجة بالبنود الأخرى التي تخص الحوثيين. لماذا الوضوح في البنود التي تلتزم بها الشرعية واضحة ومحددة ومزمنة باليوم وبثلاثين يوم وخلال عشرين يوم وخلال عشرة أيام، بينما السبب الإشكالي الرئيسية الذي هو الكلام الحوثي لا نجد أي وضوح ولا أي لغة واضحة بالتعامل معها، ولا أي بنود محددة كيفية تسليم السلاح والانسحاب بالهدوء بشكل مزمن وبشكل واضح. هذا يجعلنا نشك ويجعلنا يعني لا نتفائل بأي حل سياسي للأسف الشديد، فتصبح لغة السلاح هي المرتجعة، ليس بأي حجة، حجة الواقع. عندما يفشل الأمم المتحدة في تطبيق أي حل سلمي، إذن سيصبح لغة السلاح هي اللغة الحاسمة للأسف الشديد. إذن أشكرك الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميلين منصور النقاش منتج البرنامج، وكذلك محمد المقبلي معد البرنامج، كما هي لكم من جميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.